في سائح دنماركي وصديقته كرمشوا 100 دولار لبتاع الامن، ده 100 دولار يروحهم بالهرم لحد من الامن بالليل. انت عارف القانون بيمنع بقى بيتقفل الهرم، يمنع حد يخش بالليل خالص، والناهيك بقى عن القانون ده ايه مدى صحته والمفروض يبقى ازاي مش قصتنا، لكن في قانون بيمنع. دخلوا بطريقه ما عدوا غالبا عن طريق الكرمشه وفعل فاضح، وشير الحكايه دي والبلد اتقلبت، ودي واحدة من الملهاء يعني بقى بشكل كبير. ما سألهوش ما عرفة ما أزنسن طبعا الفيلم ده بترجمه انيس عبيد وبتاع. حد هيقول لي طب انت مش مصدوم ليه وهتقول لي ايه يا ابني؟ كل حاجه في مصر للاسف الشديد بتتباع، كل حاجه بتتباع، الهرم نفسه بيتباع مش يطلع عليه، لا الهرم نفسه بيتباع. لو كنت نسيته يعني. انا ليا واحد صاحبي من بره يعني طالب مني طلب ان هو عايز حته من بتاعه الهرم دي، حته من الهرم. طب بكام وازاي يعني؟ يا عم لما تيجي مش هنضيف انت مصري يا عم، وانت شايف جاي لك معاك اجانب. عايز حته من الهرم من نفسها؟ يعني 300 ماشي، 250 ماشي معاك. بس هقول لك من انا ايه؟ من ده هو ده اللي فوق دي امس. كنت طالع ما حدش هيسالك انت رايح فين ولا جاي منين؟ مش كده ولا حاجه، هم زي ما هم مستخبيين كده. ممكن تديني حته من بيت اللوح؟ حته تعمل اسكالوب من وش الفخده بس دي في البيتيلو، يعني بينقي حته عايزها من فوق الهرم ولا تحت الهرم. للاسف طبعا احنا بنهزر، حد يعني انت عارف للاسف ان ده الوضع في مصر، فيعني ما جاتش بقى مش ان احنا مش رافضين يعني، فاللي طلع بقى الهرم زي اللي اشترى. طب مصر ردت قالت ايه؟ هو ده انا جايبين الموضوع لاجل كده. مصر من غير ما تفكر السكريبت مؤامره دنماركيه. حضرتك والعالم كله والمصريين جميعا شايفين الهمه والنشاط والدور اللي بتلعبه وزاره الاثار ومجلس العالم الاثار من افتتاحات واكتشافات، والعالم كله بيتكلم عن وزاره الاثار والاثار في مصر. لازم يطلعوا باعداء، لازم يطلع حد يحاول جاهدا انه يبوظ فرحتنا فخرنا الاكتشافات اللي احنا بنعملها.